في خبر حلو وخبر وحش في الفيديو ده. الحلو هو ان ببجي هتضيف رقصات تاني في السيزون الجاي، انما الخبر الوحش للناس اللي كانت فاكرة انهم هيختاروا رقصتين في السيزون الجاي بسبب الفيديو ده. احب اقول لهم ان دوت كان جليتش في اللعبة، والسيزون الجاي هيبقى زيه زي السيزون ده، يعني هتختار رقصة واحدة منهم وبنفس سعر السيزون ده. وبكده اكون خلصت الموضوع دوت عشان كان فيه خلاف كتير فيه. يلا اعمل منشن لصاحبك عشان يحضر 900 شدة للسيزون الجاي.